عروف هنعمل ايه عروف يا طماطم؟ خلاص انا زهقت بقى، خلينا ندور على اي لعبة هي نلعبها. يا بنتي اهو نغير المكان، انا زهقت قوي. خلاص تعالي نشوف نعمل ايه او نلعب ايه. الحقي الحقي يا توتة، انتي سامعة اللي انا سمعتها؟ الله، ده في حد بيشتغل بالمزمار بره. تعالي تعالي نبص من البلكونة بسرعة. يلا يلا بينا. الله الحقي يا توتة، ده غزل البنات. وده عم ابو عادل هو اللي بيزمر بالزمارة بتاعته الجميلة دي. الله بصي بصي هو ماشي اهو. توتة تعالي نقول لطنط علا ونجيب بسرعة. يلا اه هتدينا فلوس ننزل نجيب بيها. يلا بينا. ايوة ايوة انا هخرج لعم ابو عادل وانتي هاتي الفلوس وتعالي. خلاص اتفقنا علشان ما يمشيش. اقولك انا عندي عليه من هنا واقول له ما تمشيش يا ابو عادل. لا روحي لماما وروحي لطنط علا بسرعة وانا هنزله. طب يلا يلا بينا. عم ابو عادل استنى يا غزل البنات. الله اهلا اهلا يا طمطومة، ازيك يا حبيبتي؟ انتي هنا؟ هو ده بيت مين ده؟ ده بيت توتة. بيت توتة يا عم ابو عادل، انت مش عارف توتة؟ انت بتبيع غزل البنات؟ ايوه ايوه يا حبيبتي ببيع غزل البنات. تعالي 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 بيعي معايا. الله بجد هتخليني ابيع معاك؟ ده طبعا يا حبيبتي، فاكره الفول ولما بعنا سوا؟ شفتي بعنا قد ايه؟ ده انت وش الخير يا طماطم. الله يخليك يا عم ابو عادل. طب استنى بقى اجي عشان نشوف هنقول ايه. يا غزل البنات يا سكر نبات، يلا يا اولاد تعالوا اشتروا مني غزل البنات. الله طب استنى بقى يا عمو، انا هقول يا غزل البنات يا سكر نبات، يلا يا ولاد تعالوا اشتروا غزل البنات. صح يا عمو؟ شاطره شاطره يا طمطوم، علي صوتك بقى عشان الناس كلها تسمعك. الله انتي بقيتي بتبيعي غزل البنات يا طماطم. الله تعالي تعالي يا توتة تعالي نغني سوا. يلا بينا. يلا يلا يا بنات قولوا يا غزل البنات يا سكر نبات، تعالوا يا ولاد اشتروا غزل البنات. السكر النبات بس انا يا عم ابو عادل عاوزه ازمر في الزماره. ماشي يا حبيبتي نزمر شويه. يلا وروني يا غزل البنات يا سكر نبات. خدي بقى انت يا طماطم الدور عليكي. يا غزل البنات يا سكر نبات، تعالوا اشتروا مني يا ولاد. شاطرين شاطرين يا بنات. دي جميله قوي 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 يا طماطم. الله الزباين جت يا عمو، الزباين جت، اهل الاطفال جم. عمو 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 لو سمحت انا عاوزه غزل البنات. تعالي تعالي يا جميله، عايزه كام واحده؟ انت اللي بتبيعه؟ ايوه انا ببيع غزل البنات مع عمو ابو عادل. عاوزه ثلاثه. مش الثلاثة بجنيه يا عمو؟ لا يا حبيبتي الاثنين بس بجنيه. والله خلاص هات اتنين يا عمو. طب تعالي تعالي هتبيعي لها يا طماطم؟ ايوه ايوه يا عمو ابو عادل، يلا هات لها اتنين عشان اديهم لها. انا هدي لها واحدة وتوتة هتدي لها واحدة. ايوه ايوه اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي، ادي غزل البنات اللي انت عاوزاه، ده كيس وطنطا ما هتجيب لك الكيس التاني. شكرا شكرا قوي يا بنات. تعالي اشتري مننا على طول. اكيد اكيد انا واخويا هنشتري منكم على طول. باي باي مع السلامه. متشكرين متشكرين قوي يا عم ابو عادل ان انت سبتنا نبيع معاك النهارده. ده انا اللي متشكر ليكوا قوي يا بنات، انتوا شاطرين خالص. والله بجد يعني هتخلينا نبيع على طول لغزل البنات؟ لا دي مرة كده ما تاخدوش عليها. لا بس يا عم ابو عادل خلاص، كل ما تعدي من هنا نبقى نبيع معاك. ايوه فكرة والله يا طماطم. خد بقى يا عم ابو عادل، ماما علا بعتت لك الفلوس دي علشان تجيب لنا اتنين غزل البنات. لا الاتنين دول بقى على حسابي، خلاص مش هاخد منكم فلوس. بجد والله؟ متشكرين قوي يا عمو. متشكرين قوي. العفو. الله متشكرين قوي يا عم ابو عادل، ده طعمه لذيذ قوي قوي يا طماطم. فعلا جميل خالص يا توتة، يلا ندخل لها عشان طنط علا ما تقلقش علينا. يلا يلا بينا نشوفك على خير يا عمو عادل. ابقى تعالى على طول. سلامة. باي باي. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا أصحابي، أتمنى إن هي تكون عجبتكو. ما تنسوش تكتبولنا في التعليقات أكتر شخصية حبيتوها وتعملولنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكو خالص. ولكل أصحابنا اللي بيشوفونا لأول مرة ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الأحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم.
واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.